اهلا بيكم من جديد وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويوم جديد وتاريخ جديد في تاريخ النادي الاهلي وحلقه جديده والاهلي خط احمر. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا احمد، واعتقد حلقه ساخنه نسبيا وسط احداث كتير جدا بتحصل حاليا. بالتاكيد 13 ابريل 1928 نهائي كاس السلطان حسين بين النادي الاهلي ونادي الترسانه. نادي الترسانة بيفوز 2-1 بعد تقدم النادي الأهلي. أبو الكرة المصرية أحد لاعبي النادي الأهلي الكابتن حسين حجازي بيرفض يستلم الميداليات. تاريخ 17 إبريل 1928 مجلس إدارة النادي الأهلي يقرر إيقاف حسين حجازي 3 شهور. يغضب كابتن حسين حجازي ويرحل عن النادي الأهلي ويروح نادي المختلط. طبعا قرار الايقاف كان قبل 72 ساعه من نهائي كاس التفوق او كاس مصر امام المختلط، كان وارد جدا وهذا ابو الكره المصريه اننا ناجل قرار الايقاف، لكن النادي الاهلي من اول سنوات حياته واول عهده بالبطولات وهو باصص لمكان تاني خالص. تم ايقاف حسين حجازي، حق النادي الاهلي الفوز وتالق مختار التتش. رحل حسين حجازي، رحل باحترامه لعيب كبير ابو الكره المصريه هيظل في عقل كل جماهير النادي الاهلي، لكن يبقى مختار التتش في قلب جماهير النادي الاهلي، ويبقى اسم مختار التتش مخلد للابد، لان هناك لاعبين بيخاطبوا عقول وهناك لاعبين بيسكنوا القلوب. اهلا بك يا فارس مره ثانيه. اهلا بك يا احمد، والرساله اعتقد واضحه، وتاريخ النادي الاهلي فيه لاعبين حفروا اسمهم الى النهايه. المره اللي فاتت اتكلمنا احمد في جمله مهمه جدا، قلنا اهم ما في الروايه هو مشهد الختام، من حق كل حد يحقق او يقرر مشهد ختامه، ولكن يبقى النادي الاهلي هو افضل ختام ممكن يليق باي لاعب في كره القدم المصريه. ويبقى الرساله اللي وضعها النادي الاهلي من البدايه، الاهلي ما بيقفش على حد، بنحترم الجميع، ولكن باذن الله هنسطر تاريخ قادم للأجيال الجاية تتحدث عنه إن شاء الله. ندخل في